ربع ساعة تتفرد معايا كده اهي. بعد ربع ساعة بتتفرد بالشكل ده. بتتفرد بالشكل ده تمام. نملى بقى الصينية كده وبعدين ادهن وشها سمنة وتخش الفرن. وتطلع زي ما حضرتك شايف الشكل اللي عندك. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بتقعد زي 10 دقايق. 10 دقايق. على فرن درجة حرارة 200 مثلا. فرن حرارته حلوة معقولة يعني. درجة حرارة 200. بدهن وشها حضرتك بالشكل ده. بتدهن وشها بالسمنة. تمام. بس على كده الفطيرة وبعدين بدخلها الفرن. بتدخليها الفرن. جميل. تمام. بتاخد في حدود كام؟ 10 دقايق؟ 10 دقايق ربع ساعة على حسب النار برضو. حسب النار. وعلى حسب في فطيرة أكبر من دي برضو بتاخد وقت شوية. تبقى سمكها أضخم من دي. سمك أكبر. ده كيلو دقيق، ده الفطيرة دي كيلو دقيق. في بتبقى كيلو ونص. بتبقى في كيلو ونص. في كيلو ونص، تمام. دي ما بتغيبش زي الكبيرة شوية. تمام. بعد كده بتقفل عليه. بقفل عليه. اللي انتوا عملتوه ده بقى بنسميه ايه؟ ده الفطير، بفردها وبلمها تاني عشان بتفرديها توصلها من جوه. يعني انت بتحط السمنه في كل حته فيها. لما بتطبقيها. تمام. في كميه معينه من السمنه ولا يعني الكبيره بتاخد لها زي ربع كيلو سمنه؟ الكبيره بتاخد ربع كيلو سمنه. تمام. بتتساب قد ايه ولا كده خلاص؟ كده اسيبها كمان زي ربع ساعه. ربع ساعه في الصينيه. بغطيها وتريح. وتريح. وتطلع بالشكل ده. كل متابعينا في اليوم السابع بنتابع مع حضراتكم تجهيز الفطير المشلتت بالسمنة البلدي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله الله يخليك. قولي بقى مكونات الفطير ايه؟ الفطيرة يعني الفطيرة ديت كيلو دقيق. كيلو دقيق. وشوية ملح صغيرين خالص. وشوية؟ ملح. ومية. بتتعجن بملح ومية بس. بتتعجن بملح ومية. تمام. وبعدين؟ وبعدين اسيبها تريح نص ساعة. وهي متقرصة كده. وهي متقرصة كده. تمام. وبعد نص ساعة بفرد زي ما حضرتك شايف كده. بعد نص ساعة يبقى عجين. ودقيق وملح ومية. بس كده. بس كده. بعد ما بتريح بفردها زي ما حضرتك. بتفرديها زي كده. تمام. بعد كده بتبدأي تحشيها. لو عاوز احشيها وانا بعملها بحشيها. بتتحشي ايه بقى؟ في بتشيها جبنة على حسب رغبة الزبون. تمام. في بحشيها جبنة. وفي بحشيها في لحمة مفرومة. تمام. وفي سادة عادية سادة. سادة أو لحمة مفرومة. وفي مثلا وجبنة. لو عاوز حد وبالجبنة، لو حد عاوزها بالسكر بعملها بالسكر أو بالعسل. سكر أو بالعسل. على حسب طلب الزبون. جميل. تمام. بعد ما فردتيها كده إيه اللي هيحصل؟ بريحتها. تعمل دعاء. تعال لحلوه. ما صورتيش هاي الصوره.
طب انتوا فردتوها كده ليه؟ عشان بعد كده السمنه. دي سمنه بلدي. دي السمنه البلدي. خلاص هاخد كده اتفردت. دي اتفردت كده؟ بالسمنة؟ هدخلها الفرن. تدخليها الفرن. على نفس درجة الحرارة برضه. على نفس درجة الحرارة هي. هديلها من فوق وعلي النار من تحت على ما تطفي. ما شاء الله. كل متابعينا في اليوم السابع بنتابعوا مع حضراتكم ازاي يتعمل الفطير المشلتت. بعد كده بقى يتاكل بالسمن البلدي او بال بقصدي بالعسل. العسل او الجبنه او الجبنه الحادقه او الجبنه في المش الفلاح. ما شاء الله. حضرتك الناس في التعليقات كانت عاوزه العنوان بتاعك. قولي. احنا مخبوزات مرو الايمان. تمام. ام محمود عند خلف معهد الكبد. مدينة كفر الشيخ. امام زيارة المستشفى العام كفر الشيخ. تمام. تليفون حضرتك؟ مفيش مشكلة. 010. تمام. 9700-6133. ده الفطير اللي مش عارفه تكون متابعينا في اليوم السابع وعمايله سهله. دقيق بيتعجن، ذره ملح، بعد كده يتساب ربع ساعه يريح، بعد كده هو بيتم فرده وغمسه وغمره بالسمنه الزبده الزبده الفلاح. الشكل بيكون بالشكل ده. خلاص كده بتستوي اهي. قربت تستوي. انت لازم تحركيها بالشكل ده ولا ايه؟ عشان تاخد اللون كلها مع بعضها. عشان تاخد اللون كله. عشان تاخد اللون كله انت بتحركيها. اشفى حتت بيضة يعني. عشان ما يكونش فيها حتت بيضة. تمام. يعني كأن الكيلو لما بيتعمل فطيرة بياخد له مثلا في حدود نص ساعة. صح كده؟ الفطيرة تاخد لها. تاخد نص ساعة. بس أنا بعمل كمية مع بعضها يعني. بتعمل كمية مع بعضها. بعمل 10، بعمل 5 على حسب طلب الزبون. في عرايس بيطلبوا برضه يعني بعمل يعني مرة عملت 30 واحدة. 30 واحدة. 30 واحدة. نفس العجنة، عجنة واحدة وفرد واحد وكده. بس هو بياخد وقت بس في هو بياخد وقت في الفرد. في الفرد. ما شاء الله. دي استوت كده. دي كده استوت. ما شاء الله. دي الثانية. دي واحدة ثانية. كل ما اسيبها اكتر بتريح وبتتعجنش انا في الفرن. كل ما تسيبيها كل تسيبيها تخمر. تريح. عشان ما فيهاش خميره اصلا. لا ما فيهوش خميره الفطير، ما بحطلوش خميره. الفطير ما فيهوش خميره. تمام. كل ما تريح ما تتعجنش وتطلع معايا بالاكل.
كل متابعينا في اليوم السابع بنتابعنا مع حضراتكم عملية صناعة الفطير المشلتت، وبالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عبي بقى عبي. زي ما قلت لحضرتك برضو عنواننا للناس اللي بتسأل على العنوان. ماشي. احنا خلف الزيارات المستشفى العام امام معهد الكف. ماشي. اتحطت كده. اتحطت كده في الكيس. في الكيس خلاص كده. 010-9700-6133 ام محمود للمخبوزات الفلاح. ما شاء الله. ما شاء الله. كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ. ده الفطير اللي مشلتت كل متابعينا في اليوم السابع، وده تسويته. بتهدي النار من تحت علشان تتاكدي ان هي عشان ما تتحرقش. اتنين مع بعض واحدة لوحدها. حاضر. النار لما تكون محشية برضو بتكون على نفس درجة النار ولا الفطيرة لما تكون محشية يعني نفس درجة الحرارة نفس النار هي. نفس السوى بتعديت هو بتعدي هي ان اللحمة بتتعصج وتتحط في قلبك. طب اللحمة دي بتبقى لحمة مفرومة ولا لحمة مفرومة؟ لحمة مفرومة وتتحط زي ما بتتعصج على النار وبتتبل بفلفل ببصل على حسب طلب اللي هياكل. تمام. وبعدين بتحشي في قلبها.